ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها اللواء مايكل بيري نشاط البعثة والخطوات الفورية المطلوبة لإحراز تقدم في مهام البعثة، بما في ذلك وجودها في المناطق المحررة جنوب المحافظة. وخلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإدارية المؤقتة للمحافظة مدينة الخوخة، شدد المحافظ طاهر على ضرورة اطلاع البعثة بمهامها الأساسية وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق ستوكهولم، وتطرق إلى الخروقات المتكررة وتزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيات في المزارع والأحياء السكنية، وجلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل صمت البعثة مبديا استعداد السلطة المحلية تأمين عملها في المناطق المحررة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها. وبدوره اعتبر السيد مايكل زيارته للمناطق المحررة بالمحافظة بداية جديدة لتعاون مشترك، وأوضح أن مشكلة السفينة صافر سيتم حلها خلال الصيف القادم، معبرا عن دهشته وحزنه الشديد لما رأى واطلع عليه من انتهاكات للميليشيات الحوثية بحق المدنيين. وفي اللقاء تم استعراض فيلم وثائقي من أعداد فريق مسام لنزع الألغام عن معاناة المواطنين والكمية الهائلة من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، وحاجة المنطقة لفرق كثيرة لانتزاع مئات الآلاف من الألغام المزروعة. وعقب اللقاء زار المحافظ طاهر وبيري والوفد المرافق له قرى ومناطق مديريتي الخوخة وحيس للاطلاع على الوضع المأساوي الذي أحدثته الميليشيات الحوثية في حربها ضد الشعب وحكومته الشرعية. التقينا اليوم مع السيد مايكل بيري رئيس اللجنة العمومية لإشراف على اتفاقية ستوكهولم لإعادة الانتشار. الحقيقة كان اجتماع مثمر، وحضره الأخوة أعضاء الفريق الحكومي والأخوة المختصين لدينا. طرحنا بكل وضوح وبكل شفافية مدى استياءنا واستياء المواطنين من عدم تنفيذ الاتفاقية، ومن أيضا ومن عدم التعامل الجاد من قبل البعثة مع الحوثيين. كذلك اليوم رفضا باتا احضار الاخوه المعاقين الذين اصيبوا جراء الالغام، لانه هم بشر يحسوا باحساسنا بل اشد احساسا منا. لا يمكن ان نعرضهم مره اخرى في اي مناسبه، بل يجب ان نضع لهم حلول لاوضاعهم الحالية. طبعا كان الاجتماع حقيقة أثيرت فيه كثير من الأسئلة وكثير من التساؤلات التي أجاب على بعضها وتحفظ عن البعض الآخر، وسيجيب عليها أيضا في اجتماعه اللاحق اليوم في مع لجنة إعادة الانتشار. كل المشاكل اللي تم عرضها، الهم الأساسي والغرض الأساسي هو رفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق حياة أكرم لأهل دهامة. تمت التطرق لموضوع الألغام وأثار الحرب وأهمية العمل سويا لأجل السلام. تم لقاء أهل دهامة ومجموعة لجنة إعادة الانتشار الوطنية والسادة القادة الميدانيين، وتم الاستماع منهم على كل الأشياء التي يمكن لنا أن نستمر في التقدم والتعاون مع بعض عشان نقدر نعبر هذه التحديات لأجل جعل حياة أكرم للمواطنين هنا. شكرا والسلطات المحلية.